مين اللاعب الوحيد اللي سجل سوبر هاتريك في بريمير ليج السيزون ده؟ سان. مين اكتر لاعب صنع اهداف في بريمير ليج دلوقتي؟ ويليان فايلوت. ويليان مش عارف. هاري كين. صح، هو نفس الماتش. ايه الهبل ده؟ متى تولى السير اليكس فيرجسون تدريب مانشستر؟ حاجه 80 باين، 87 92 97 86 86. مين اغلى؟ ماليش فيها خالص يا جماعه، حاجات الزمان قوي دي ماليش فيها. مين اغلى لاعب في تاريخ بريمير ليج؟ اغلى لاعب، اغلى لاعب في يعني في التاريخ ولا بالمسميات؟ يعني ما اكيد اغلى لاعب هيبقى اليومين دول يعني، المفروض مين جه جديد؟ مش شرط، ممكن مثلا من 3 4 سنين مثلا في مانشستر يونايتد مثلا. بوجبا. منتخبين اوروبيين حازم امام سجل قدامهم؟ بلغاريا وبلجيكا. طب في منتخب ثالث؟ انت قلت اثنين. انت جبت صح، بس في منتخب ثالث. جبت بلغاريا وبلجيكا و هو يعني منتخب رخم جدا يعني، مش فرقه اسمها استونيا جبت فيها جوه. انت فاكر عرفتها منين انت دي؟ صعب قوي. سؤال بقى عن ميدو. ايه النادي اللي اتلقب فيه ميدو برجل ال 50%؟ ال 50 50%؟ ايه؟ ميزبرو ولا ايه؟ طب قول لي في انجلترا ولا في لا بره انجلترا؟ بره انجلترا. بقى في مارسيليا؟ روما؟ اياكس؟ انت كده خلاص، هو الفريق الوحيد اللي فاضل. سيلتا فيجو؟ سيلتا فيجو. لعب 8 مباريات، سجل 4 اهداف. سجل سمو بس عمل كان حلو الماتش، جاب شويه جوان حلوه. 50% يعني.